مستشارين التربويين وعلماء النفس بيتكلموا ان الطفل اصلا بيبقى عنده مقدار كبير من ثقته بنفسه، واحنا في اول سنين خاصه اول 7 8 سنين من عمر الطفل يا اما بنغذيه بانه الثقه دي تزيد عند الطفل، يا اما احنا بنكون السبب في ان الطفل دوت يطلع بعد شويه مش واثق بنفسه. صحيح. انا ممكن اكون في سبب انه طفلي مش واثق في نفسه ازاي؟ صحيح. هلا الاساليب التربويه اللي بتستخدمها الاسره مع الطفل هي أساليب تعليمية حقيقة، إما أن تدفع الطفل إلى تعلم مهارات الحياة المختلفة أيا كانت الاستقلالية أو المعرفية بشكل صحيح، فبالتالي تدعم ثقة الطفل بنفسه، أو أنها تحبط عملية بناء ثقة الطفل بنفسه. اديني مثال يا دكتورة. مثلا نعم. الآن الطفل الصغير، نأخذ الأطفال من عمر الأصغر، مثلا في عمر 5 سنوات 3 سنوات يكون مندفع للتعلم بشكل جدا كبير ومحب، يعني فطريا مهما كانت قدراته هو محب للتعلم بشكل كبير. عندما تشجع الأسرة طفلها على الاستقلالية، تعلم مهارات الاستقلالية بداية هي من أهم مهارات هذا الطفل، عندما تمدح الطفل تعلم الطفل كيف يأكل لوحده، كيف يرتدي ملابسه لوحده، كيف يتسابق مع يعني مع أطفال في مثل عمره ويحاول أن يعني يلعب معهم، في هذه الحالة هي تزيد من ثقة أطفالها بنفسها بأنفسهم. ولكن عندما تمنع هذه الأسرة طفلها من تعلم مهارات الحياتية، طفل صغير يأتي ليأكل مثلا، لا تأكل لوحدك أنا سوف أطعمك، إذا أكلت سوف مثلا توسخ هدومك، فبالتالي هذا يدفع الطفل إلى عدم الثقة بنفسه. عندما يحاول هذا الطفل أن يرتدي ملابسه أكيد هو لن يقوم بالمهارة بشكل صحيح، لا تصبر الأم على هذا الطفل، توبخ الطفل عندما يختار الطفل ملابسه.